السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا دكاترة في أول محاضرة من كلينيك فور. إن شاء الله يبقى الكورس لطيف وخفيف عليكم. أول محاضرة بس ريكوردد عشان الموديل مكانش لسه اتربط، وبعد كده هنبقى مع بعض عشان لو حد حابب يسأل. الكورس المرة دي بتاعنا بتاع كلينيك فور هيبقى الماكسيلوفيشال بروثيزيس. طيب لو جينا نتكلم بقى على الديفكتس اللي بتبقى موجوده عندنا، في ديفكتس طبعا بتبقى في اي جزء من الاورال كافيتي ممكن يحصل ليه ديفكت. المين كونسيرن بتاعنا دلوقتي هنتكلم على الديفكت اللي بتحصل في الماكسيلا. فلما جم قسموا الديفكتس اللي بتحصل في الماكسيلا لقوا حاجتين، لما قلنا حاجات كونجنتال هتبقى during الفيتوس جروث، او حاجات بعد كده acquired يعني حصلت له لظروف من بره مش during الفورميشن. الكونجنتال قسمناها لحاجتين، يعني ممكن يجيله اللي هو عيب خلقي لاما كليفت لب اللي هو بنقول عليه الشفه الارنبيه، او كليفت بلد نلاقي فتحه جوه البلد. لكن الاكوايرد ديفكت اللي قلنا حاجات مكتسبه من الخارج بتيجي نتيجه، بقى هنشوفها بعد كده ان شاء الله في محاضرات بعد كده، اللي هو ناس عندها كانسر او وات ايفر ادى ان جزء من المجزله يتشال، فقلنا هيبقى بارشل ماكسيلكتومي يعني شلت جزء بس من المجزله، او توتال ماكسيلكتومي شلت المجزله كلها. عشان نبتدي قصه الماكسيلوفيشال بروثيزيس لازم نبتدي من الاول خالص ونعرف ازاي البلد حصل له ديفلوبمنت، ازاي اتكون، وايه الديفكت اللي ممكن تحصل له كونجنتال، يعني هو لسه البيبي دوت الفيتوس لسه بيحصل له جروث، ايه الكونجنتال ديفكت اللي ممكن تحصل له فتأدي اللي تكون لنا عندنا الكليفت بلد او اللب اللي هنشوفه مع بعض. نتكلم بقى على البلد ديفلوبمنت او ازاي تكون البلد باختصار كده عشان ما نرجعش لقصه البيولوجي، يعني احنا نتكلم باختصار كده. البلد قلنا بيكون من اتنين برايموردية، يعني ايه برايموردي؟ يعني زي اتنين شلف كده صباعين ممتدين باسمه البرايمري والسكندري بلد. بيعملوا لنا الاول البري ماكسيلا والجزء الانتيريور من الهارد بلد. يبقى تاني البلد بيكون من اتنين حاجتين اسمهم برايموردية. برايموردية دول بيبقوا صباعين بيمتدوا ويعملوا لنا البري ماكسيلا والانتيريور بارت بتاع الهارد بلد. البرايمري بلد ده بيكون امتى؟ بيكون تقريبا عند الفيفث ويك من اللايف بتاعت الفيتوس، الانتروترين لايف عند الفيفث ويك بيبتدي يكون مين الاول؟ البرايمري بلد. بعد كده يبتدي يكمل عليه السكندري بلد. السكندري بلد ده بيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا الهارد بلد والسوفت بلد. بيكون من ايه؟ بيجي اتنين ميزيوديرمال بروجكت، يبقى الاول عندنا برايمورديا فوق، بعد كده من تحت يبتدي يعمل لي ميزيوديرمال بروجكت بسميهم بلاتين بروسيس. امتى؟ عند 7 ويك. يبقى خلاص البرايمري اتكون، ابتدي السكندري يكون فين؟ عند 7 ويك يبتدي يتكون، يعمل لنا بروجريشن، يبتدي يكونه لغايه ما يلحموا الاثنين مع بعض البرايمري والسكندري عند 9 ويك ويديني ايه؟ برايمري بلد والنيزل سيبتوم. يبقى احنا عندنا فرق اسبوعين من كل واحد، اول واحد عمل لي برايمري بلد عند 5 ويك، عند 7 ويك يبتدي يعمل لي ايه؟ سكندري بلد، عند 9 ويك يبتدي الاثنين يلحموا مع بعض. لو جينا بصينا على الصورة دي كده مع بعض، اهو عند قلنا الفيفث ويكس او السكس ويكس زي ما هي موجود، بس هي الفيفث ويكس يبتدي يتكون لي مين؟ البرايمورديا تبتدي تعمل لي البرايمري بلد والانتيريور ماكسيلا اهي. بعد كده يبتدي ايه اللي يحصل بعديها في اللي بعديها في السيفنث ويكس؟ الصورة اللي جنبيها قلنا هيحصل لي ايه؟ يبتدي السكندري بلد يتكون، السكندري بلد يتكون. بعد كده في الصوره اللي مكتوب عليها سي اللي هي 9 ويكس يبتدي ايه اللي يحصل؟ يبتدي يلحموا الاثنين، يبتدوا يلحموا. لو كده بصينا معايا مثلا على الفيتوس دون عند 11 ويكس او 12 هتلاقوا بقى عنده ايه؟ كومبليت فيوجن، لحموا كلهم مع بعض. بص اهو ادي الجزء بيتكون مين؟ برايمري بلد. اثنين برايمورديا يعملوا لي مين؟ البرايمري بلد اللي هي الجزء اللي قدام ده. نمشي شوية جينا لتو البلاتين بروسيس اللي قلنا عليهم هم في الجنبين، السهم الار بيقولك ان هما يمتدوا عشان يلحموا مع بعض ويدوني ايه؟
السكندري باليت اللي هو بيبقى ايه الهارد والسوفت هم. بعد كده لما نيجي نبص على طبعا دي بعد الناينث ويكس على التينث ويك يبتدي يحصل لي ايه كومبليت فيوجن بين البرايمر باليت اللي هو الجزء ده والتو بالاتاين بروسيس بتوع السكندري باليت وتلاقيهم يعملوا لنا ايه فيوجن على شكل واي شيب اهو. يبقى احنا عندنا قلنا بنمشي كل اسبوعين 5 ويكس يبتدي يعمل لي برايمري 7 ويكس يبتدي سكندري باليت يلحم فيه عند الناينث ويك يبتدي ايه البرايمري والسكندري يلحموا مع بعض عشان يدوني البلد. لما جينا بقى اتكلمنا قلنا congenital defect حصل ايه congenital defect يعني قلنا during formation of the fetus inside the uterine حصل مشكلة فين هتحصل المشكلة في الفيوجن. احنا عندنا بيحصل ايه احنا قلنا بيحصل فيوجن بيلحموا كلهم البرايمري والسكندري يبتدي يرحموا مع بعض بيحصل الأسباب هنقولها بعد كده مشكلة في الفيوجن ده ييجوا ما يقابلوش بعض كلهم فيبقى لما يجي يلحم احنا قلنا بيتكون البرايمري مع السكندري اللي هما بيكملوا لنا ايه بيعملوا لنا البلد والانتيريور نيزل نيزل سيبتوم. لما يحصل مشكلة في الفيوجن دي لما بتحصل في ناحية واحدة ناحية واحدة بس اللي محصلناش فيوجن احنا قلنا هما على شكل واي ناحية واحدة بس اللي محصلش فيها فيوجن ودي بتعمل لنا حاجة اسمها يونيلاترال كليفت كليفت يعني خندق حفرة أو يحصل في الناحيتين مع بعض ويديني bilateral cleft يبقى ال congenital defect mainly بيحصل نتيجة ايه improper fusion. لو جينا بصينا على كده الصورة مجمعة الصورة دي بتوريك ال steps اللي المفروض بيحصل فيها النورمال fusion لكن بيجي هنا الصورة بتدي يحصل فيها ايه زي ما شايفين كده في الصورة حاجة زي كراك كده في خط الخط ده ما حصلش فيه الفيوجن بيبتدي يكمل ال incomplete fusion ده وممكن يعمل ايه لإما هيجي يبقى في البلد بس او ممكن يكمل ويعمل لي في اللب او في اللب والبلد دي بعد كده هنقسمهم لكاتيجوريز لكن احنا مينلي قلنا هيحصل عندي منين الكليفت لب الكونجنتال ده هي نتيجة improper fusion طبعا بيبقى اشكال زي ما احنا شايفين في الصور دي طبعا هما كاتيجوريز جديده كتيره هنشوفهم مع بعض. عايزين نعرف بقى ايه الايتيولوجي الاسباب اللي ادت لنا ان ما يحصلش عندنا الفيوجن ده ان احنا قلنا بيبتدي من عند ال 6 9 ويكس يبتدي يحصل لي كومبليت فيوجن عشان يعمل لي النيزل سيبتوم والبلد والكلام ده كله. الكوز الاساسي اللي هو اقول لك الكوز ده بالظبط هو اللي ادى ان انا يحصل عندي الكونجنتال كليفت او الكونجنتال كليفت في اللب او في البلد ده مش معروف بس في شويه حاجات بتعمل لها اكسكريشن شويه حاجات بتحفز ان يحصل لي الكونجنتال ديفكت دوت زي الناس بتقول بقى ان هو البوزيشن بتاع الامبريو ما كانش مظبوط في شويه ضغط من الامنيوتيك فلويد التانج ما عرفش يحصل له دروب ينزل من مكانه ان هو يبقى في الفلور اوف ذا ماوس كل الحاجات دي بنقول عليها ايه حاجات محفزه لكن السبب الرئيسي اللي احط ايدي عليه واقول لك اه ده حصل له كده نتيجه السبب ده بالظبط دي حاجه لسه مش معلومه بالظبط. نيجي بقى الحاجات اللي بتعمل لنا ايه اندكشن الحاجات اللي ممكن اقول اه دي بتحفز ان الطفل ده يبقى اكتر من غيره عنده مشكلة الكليفت ليب او بلد مش كل الناس بس بيبقى عنده ميول اكتر ان هو يحصل له الكليفت ليب او بلد زي ايه الهيدتري الوراثة هتلاقي ناس اللي والده او مثلا عمته خالته عنده كليفت ليب او بلد اللي هو الشفة الارنبية هتلاقي ان هو عنده نسبة اكبر ان هو يحصل له هو كمان اطفالهم يحصل لهم هذه المشكلة. تاني حاجة بقى بقول لك اسباب من البيئة اللي الام الحامل بتبقى عايشة فيها يبقى اول حاجة هيريديتري الاب او الام كان عندهم تاريخ في العيلة من الشفة الارنبية او الكونجنتال كليفت ليب او بلد لكن بعد كده عندي بقى الايه البيئة اللي هو عايش فيها الانفايرومنت بتاعت الام الحامل. اول حاجة بقول لك endocrine factors يعني ايه endocrine يعني هرمونات بيحصل هرمونال ديستربنس ممكن تعمل كليفت بالت وهم اكتشفوا لما كانوا بيجيبوا pregnant mice فرين تجارب حامل
ويدوها انجكشن بكورتيزون، احنا عارفين الكورتيزون ده هرمون، لقوا بيبقى عندهم لايبيلتي اكتر ان المايسز اللي تتولد يبقى عندها كليفت ليب او بلد. الراديشن او الاكس راي، واحنا عارفين اصلا ان دايما حتى لو انتوا شغالين في كلينك قبل كده يقول لك البريجننت وومن ما عرضهاش الاكس راي، لان احنا مش عارفين نتيجه الاكس راي دي ممكن تاثر على الجنين ازاي. من ضمن الحاجات اللي الراديشن ممكن يأثر بيها على الجنين ان هو يعمل فيلير في الفيوجن، فبالتالي يبقى عنده لايابيليتي ان يحصل له كليفت ليب او بلد، وخصوصا لو هتاخد اكس راي للبريجننت ماذر دي في منطقة البلفس اللي هي منطقة الحوض. نيوتريشنال انادكوينسيز، يعني ايه؟ يعني الام الحامل ما بتتغذاش وجبة صحية كاملة فيها الفيتامينز اللي بتساعد في تكوين الجنين زي الفيتامين A والرايبوفليفين، اللي هو الام مثلا اللي تبقى عايشة تاكل بس مكرونة او تاكل رز او مفيش بروتينات، بتأدي ان هو ايه؟ بيبقى liability ان هو يبقى فيه كليفت ليب او بلد. مش لازم طبعا ان هي اللي بتعمل كده يبقى عندها بيبي عنده كليفت ليب او بلد، بس قلنا دي عوامل محفزة بتعمل induction. الانفكشن والديزيزز، عندنا ديزيزز زي الجيرمن ميسز اللي هي الحصبة الألمانية، برضو لقوا ان هي ممكن تعمل اندكشن اللي هو عنده كليفت ليب او بلد. الستريسز، لو الفيتال سيركيوليشن دي حصل عليها ستريس ديستربنس زي ايه؟ زي الام يبقى عندها انكزايتي، عندها قلق، عندها توتر، عندها قلق مستمر، وبالذات في اول الترايمستر من الحمل ممكن دي تؤدي ان هو يبقى عندها ديستربنس في السيركيوليشن بتاعت الفيتال وتعمل له كليفت ليب او بلد. الكيميكال اريتيشن، ايه الكيميكال اريتيشن؟ لو الام اتعرضت ل هايبربيتينوزيس ايه، يعني بتاخد جرعات من فيتامين ايه عاليه جدا جدا جدا، فدي بتعمل كيميكال اريتيشن. او هايبوكسيا، اتخنقت مثلا من اتخنت اي حاجه خارجيه يعني، فممكن الكيميكال اريتيشن دي لما هي بتاخد دوزز عاليه تؤدي ان يبقى عندي كليفت ليب او بلد. عايزين نتكلم بقى على شوية incidents عن congenital defect او حقائق يعني عنه كده. ان بيقول لك ان ممكن يجي الكليفت ليب مع كليفت بلت او لا، يعني ممكن تلاقي بيبي مولود عنده كليفت ليب بس، وممكن تلاقي عنده كليفت ليب وبلت مع بعض. ان عندي بيجي اكتر في الميلز عن الفيميلز، يعني بيجي مرتين اكتر في الميلز عن الفيميلز. ممكن قلنا تبقى يونيلاترال لو المشكله في الفيوجن في ناحيه واحده، او بايلاترال في الناحيتين. بس لو هيجي عنده يونيلاترال هتلاقيه في الناحيه الشمال اكتر، يعني البيشنت اللي بيجي معاهم كليفت ليب بيجي اكتر في الناحيه الشمال. لكن لو كليفت بلد بس، كليفت بلد بس من غير كليفت ليب، هتلاقيه في الفيميلز اكتر. لو جينا بقى نتكلم على الكلاسيفيكيشن، اول حاجه في ناس كده قسمتها رفلي، يعني زي ما قلناها كده من الويم قسموها كده بسرعه، قالوا ايه ممكن نقسمها لثري تايبس، لاما واحد عنده كليفت ليب والكليفت الفيلوس اللي هو البرايمري بلد، او واحد عنده كليفت في الهارد والسوفت بلد، يعني دخلنا لغايه السكندري بلد كمان، او في كومبينيشن، يعني اخد برايمري وسكندري، يعني اخد من اول الليب فوق لغايه السكندري بلد لغايه السوفت بلد، كل دون عامل كليفت. جه بقى واحد ساينتست دنتست قال ايه، طب احنا عايزين نعملها مور سبيسيفيك، يعني مش عايز كده اقعد اقول ده هو ممكن يبقى برايمري بس او سكند، لا عايزين يعني لما اجي اتعامل مع مستشفى او اعمل ريفير للبيشنت هقول له بالظبط انا عارف المكان بتاعي فين. فجي فو قال يا جماعه احنا هنقسمهم لفور كاتيجوريز، هنبتدي باول حاجه اللي هي كلاس 1، قال لك بس ده سوفت بلد تحت بس، وممكن تبقى سب ميكوزا، يعني مش كلها مفتوحه، فتلاقي البيبي ده نورمال، يعني ممكن ما تاثرش عليه في اي حاجه في حياته. نيجي بعد كده في كلاس 2 قال لك ميد لاين
اخذ البون، احنا فوق كنا بنقول سم كوزا، لا اخذنا البون والبوستيريو بارت بتاع البلد بس، يعني برضو تحت بس خالص. كلاس 3 قال لك ده كمل بقى، احنا قلنا واي شيب، كمل الواي شيب لغايه ما اخد ناحيه بحالها، ناحيه واحده يونيلاترال. او كلاس 2 كمل من اول السوفت بلد لغايه البلد كله، اخد ناحيتين من الليب، فسماه كلاس 4 اللي هو بايلاترال. نبص كده على السلايد اللي جايه في الصور عشان نفهم اكتر. يعني لو جينا بصينا اهو بقى، اهو يعني عندي الفور كلاسز بتاعه فو. فو اول حاجه قال اول كلاس هتبقى في السوفت بلد، وممكن تبقى سب ميكوزا بس، وهي هتبقى ابير نورمال. يعني احنا شايفين اهو البلد كله انتكت، فالبيشنت هيبقى البيبي عندك نورمال، مش بيعاني غير حاجات بسيطه. نيجي عند كلاس 2 وقلنا ايه، ابتدى يمد ويدخل فين، في السكندري بلد. بدا ياخد اهو، يعني عندنا برايمري بلد انتكت اللي هو الجزء بتاع الانتيرو والماكسيلا انتكت، وبقيه البلد السوفت بلد ماله بقى فيه كليفت. او عندنا كلاس 3 كمل اخد البرايمري والسكندري بلد لغايه السوفت بلد اهو، وكمل لغايه فين، فتح ناحيه واحده من الليب، فسميناه يونيلاترال كليفت ليب بلد. او ممكن يحصل مشكله في الفيوجن في الناحيتين، اهي شكل الواي بقى، شايفين الواي ما تكونتش، ما اتقفلتش، مفتوحه كلها، فسمي ده كلاس 4 عنده بايلاترال كونجنتال ليفت ليب اند بلد. جه بعد كده هيركنز وأقسمهم كلاسيفيكيشن أدق شوية، أو أقسمها المراحل أكتر على 6 كاتيجوريز، وابتدى من أول اليوفلا، اليوفا الخالص اللي موجودة آخر السوفت بلد. قال لك هنبتدي بيها إن ممكن يحصل بيفيد يوفلا، يعني يوفلا مشقوقة. بعد كده قال لك الكليفت بتاع سوفت بلد برضو زي ما كان في بو. وكلاس 3 بقى سوفت وهارد بلد، كلاس 4 سوفت وهارد بلد لغاية البون، يعني مش صب ميكوزل بس، لا ده البون نفسها ما حصلهاش، لان البون نفسها مشقوقة. كلاس 5 كليفت سوفت وهارد بلت لغاية فين، لغاية الليب على وان سايد. وبعد كده كلاس 6 كليفت سوفت وهارد بلت على التو سايدز بتاعت الليب. هنبص برضو على السلايد بالصور عشان نفهم التقسيم. يبقى دي تقسيمة هيركنز. هيركنز قسمهم لسكس ليفلز. اول حاجة ابتدى مين في الاخر خالص اهو، البيفيد يوفيلا، يوفيلا مشقوقة. بعد كده كملت ايه، الكلاس 2 بقى سوفت بلد، اليوفيلا كملت واخدت السوفت بلد، يعني اليوفيلا والسوفت بلد. بعد كده كلاس 3 اخد اليوفيلا السوفت بلد، وداخل فين، داخل لغاية الهارد بلد، بس الانتيرور ماكزيلا لسه انتكت. عندنا كلاس 4 اخد اليوفل سوفت بلت والهارد بلت، وصلنا لغاية الانتيرو، وبقى كمان عندنا البون ايه، البون نفسه بقى ايه، لغاية عنده الكليفت. كلاس 4 قصدي كلاس 5 عادي زي اخر كلاسين في فو، بقى عندي وصل لغاية الليب واخد ناحية واحدة يونيلاترال، او في كلاس 6 اخد الناحيتين فسميناه باي لاترال. طيب انا لما يجيلي بيشنت او البيبي اللي لسه مولود ده وعنده كليفت ليب او بلد، تفتكروا ايه المشاكل اللي هيعاني منها؟ البيشنت ده هيبقى عنده مشكله مع ان هو ياكل، ده اهم حاجه ان الطفل ده ياكل، احنا عايزينه ياكل، فهو مش عارف ياكل، عنده مشكله، عنده فيه في النص الاكل ما بيوصلش دايركت ل مكانه، الاكل فيه في النص فيه فراغ، بيبتدي يحصل فيه لوس للنيجاتيف بريشر، يبقى عنده مشكله في الايه، في الاكل. ايه تاني، عنده مشكله في الكلام. الطفل ده لما يبتدي يتعلم كلام عند بدايه مثلا قول 6 شهور اللي هو يقول حروف او كده، مفيش الكلوجر، اللسان بيعمل كونتاكت مع اجزاء، والنوز دي المفروض بيطلع منها اصوات، كل الحاجات دي بقت مفتحة على بعض، مبقاش في قفل عشان نتكلم. احنا المفروض لو انت جربت تتكلم هتلاقي لسانك بيعمل كونتاكت مع كذا مكان، في اصوات انفية بتطلع من مناخير، كل الحتة دي زي ما قلنا بقت ايه، الاوضة منفذة على بعضها. طب يبقى عنده طريقة كلام مختلفة. في ممثل بيمثل حتى انا بس مش عارفة اسمه ايه، بيطلع دايما فطور بيستغلوا هذه الاعاقة اللي عنده، ان هو عنده كليفت ليب وبلد، هتلاقوا مخارج الحروف عنده مش مظبوطة. ليه؟
لان انا بعتمد ان انا عندي تشامبر مقفوله من الاير بتطلع مختلف الاصوات، التشامبر دي بقت مفتوحه فبقى عنده مشكله في الكلام. اللي هي برضو مشكله مهمه عندنا في الاطفال اللي عندهم كليفت ليب وفلات، وبالذات اللي بيرضعوا، مشكله البلع نتيجة، وبالذات لو هو عنده بقى الكليفت الكبير اللي اخد الهارد والسوفت بلد. مفروض ان احنا لو احنا بصينا على نفسنا كده في المراية هتلاقي الدورسم بتاع الطنج بيبتدي يعمل كونكشن عشان تعمل حركة البلع. طيب هو لما يجي، وبالذات لو هو بيعمل سكشن على بريست او على بوتل، هو مش عارف يعمل هذه الحركة عشان يشفط ويبلع اللي هو قلنا النيجاتيف بريشر، فبيبقى دايما عنده يرجع او عنده اللبن ينزل من مناخيره. طبعا الشكل، والشكل بيبقى قبل ما البيبي لسه مولود بيبقى الاب والام سايكولوجيكلي تعبانين لان هما شايفين البيبي تعبان، والطفل لما يبتدي يكبر ويفهم هيبص ان في اختلاف بينه وبين بقيه الاطفال اللي حواليه. ونتيجه ان هو مش عارف ياكل كويس بيبقى الجنرال هيلث بتاعه تلاقيه ديبليتيتد، تلاقيه ان هو ضعيف مقارنه ببقيه الاطفال اللي في عمره. احنا عرفنا بقى الاسباب وعرفنا المشاكل اللي بتقابل المريض اللي عنده كونجنتال او الطفل، غالبا احنا بنبتدي ان هو طفل اللي عنده كونجنتال كليفت ليب او بلد. انا كبتاع ماكسيلو فيشال بروسيسس ايه مهمتي؟ مهمتي ان انا ارجع له ان هو يعمل فانكشن صح، ان هو ياكل يبلع يتكلم، احسن من شكله الخارجي البروف اوف اثيتكس، اخلي شكله هو نفسه يبقى متقبله. ولو انا عندي استراكشرز ناقصه احاول اعمل لها بريزرفيشن احافظ على اللي موجود. طيب لو كنا بصينا على الانفنتس او البيبيز اللي بيبقى عندهم بس كليفت ليب، يعني مفيش كليفت بلت معاه، الكليفت ليب بيبقى سهل في التعامل معاه وعلاجه اكتر من طبعا الكليفت بلت. طيب الكليفت ليب في العادي قلنا ان هو بيعرف ياكل بطريقة طبيعية او يرضع بطريقة طبيعية، لو بيحصل شوية ليكج يعني تسريب كده وهو بيرضع عشان مش عارف يقفل الليب عامل سيل على البريست او على البوتل اللي هو بيرضع منها، ممكن الام تحط صباع بس على الجزء المفتوح من اللب عشان البيبي يقدر يقفل بقه بطريقة كاملة على النابل او على البوتل اللي هو بيشرب منها. وفي اريولا يعني حاجة شبه الرينج كده بتتحط عشان تقفل هذا الفراغ. ممكن استعمله كمان للبوتل اللي هو بيرضع منها نبل تبقى عريضة، البيز بتاعتها عريضة بحيث ان هي تقفل له الفتحة اللي موجودة في الكليفت ليب. كل ده احنا بنتكلم على اللي ايه عنده كليفت ليب بس، وان هو اسهل في التعامل والعلاج من الكليفت بلد. نيجي بقى للبيبي اللي بيتولد وهو عنده كليفت بلد، يعني الديفكت بتاعه كمل لغاية الكليفت بلد او مش معاه كليفت ليب حسب ظروف البيبي اللي اتولد. طب لما يجينا طفل بقى عنده كليفت بلد، متوقفش الكليفت عند اللب كمل بلد، او كليفت بلد بس من غير لب، قلنا بتبقى عنده مشاكل في الرضاعة والبلع، فبننصح الام ان هي تستخدم ايه؟ تستخدم سيرنج، يعني تجيب سرنجة طويلة بحيث ان الاكل ما يعديش على بلد، يدخل على طول على زوره عشان يعرف يبلع ما نعديش بالفراغ بتاع البلد. نجيب له نيبلز تبقى سوفت، ما تحتاجش ان هو البيبي يعمل عليها سكشن جامد عشان يقدر يسحب اللبن، لا تبقى سوفت عشان يقدر يبلع، ما تحتاجش منه ضغط كبير. حاجه اسمها كروس كات نيبلز يعني مقطوعه مرتين عامله زي البلس، علامه البلس كده، فتبقى الفتحه كبيره شويه فتقدر تنزل له فلو اكتر. اللونجر نيبلز عشان قلنا تعدي برضو المنطقه بتاعه فتحة البلد. في حاجة كمان اسمها سكويز بوتل، ازازة رضاعة تبقى قافلة للضغط، البيبي مش هيعمل حاجة، هي الام وهي بتستخدمه تبتدي تدوس بامب فينزل له اللبن على طول من غير ما يضطر ان هو يعمل سكشن ويرضع.
طبعا البوزيشن بتاع الرضاعه ان هو البيبي هيقعد سيمي ابرايت، يعني نص قاعده كده مش نايم، عشان لو نايم اللبن هيرجع من مناخيره، بيعمل حاجه اسمها ليزر ريبريشن. لا، انا خليه قاعد نص قاعده واخليه ياخد وقته زي ما هو عايز في الرضاعه، ما استعجلوش، لان احنا قلنا عنده مشكله في الايه، ان هو يعمل النيجاتيف ساكشن، ان هو يسد بالبريشر يقدر يسحب بيه لبن. دي مختلف البوتل، الفيدنج بوتلز بتاعت البيبيز اللي عندهم الكونجنتال كليفت ليب او بلد، وبيبقوا متوفرين في المستشفيات اللي هي بتاعت علاج الشفا الاجنبيه، او يعني مش هنلاقيها في اي صيدليه متوفره كده، لا، هي بتبقى موجوده في المناطق اللي الناس خاصه بعلاج حالات الاطفال دي. طب دوري انا كبروسيدونتست فين؟ عندي حاجه اسمها سيمبل فيدنج ديفايس. ايه سيمبل فيدنج ديفايس دي؟ قالوا احنا عايزين نعمل حاجه للبيبي دي وهو بيرضع تبقى سده المنطقه اللي فيها الكليفت، المنطقه اللي فيها الاوبننج دي، لغايه ما ايه نشوف هيعمل سيرجري ولا هنعمل له ايه. يبقى انا مهمتي كبروسيدونتست اعمل له حاجه تعمل كلوزر للكليفت اللي موجود. بيتكون من ايه السيمبل فيدنج ديفايس ده؟ بيتكون من جزئين. ايه هما الجزئين دول؟ بيتكون من بورت بيبقى موجود في الاورال كافيتي، بيقفل الاوبننج اللي موجود، بيعمل كفرج للبلت، وطالع منه جزء تاني اتنين واير كده بيتركبوا في البوتل اللي بيشرب منها او الام بتمسكه اثناء الرضاعه. طب شكله ايه السيمبل فيدنج ديفايس ده؟ نشوفه في السلايد اللي جاي. ادي شكل ايه السيمبل فيدنج ديفايس. بيتكون من ايه قلنا؟ بيتكون من تو بارتس. البارت اللي جوه اللي هو الاكريل اللي لونه بينك دوت، ده اللي بيبقى قافل الكليفت الموجود جوه الاورال كافيتي، وطالع منه اتنين واير اهو ميتال واير. قلنا لا، اما الام بتمسك وتخليه في مكانه لغايه ما البيبي يخلص فتره الرضاعه، او بيتركب في سبيشال بوتل للرضاعة بتاعت البيبي اللي عنده كليفت بلد. كده احنا خلصنا منطقة الايه، ان هو خلاص عرفنا نأكله، وقلنا لو هو عنده كليفت كليب دي ممكن تبقى سهلة بتتعالج، وبعد كده لما يكبر البيبي يمسك نفسه شوية بيتعملها سيرج وبتتقفل وخلاص. طيب لما نيجي بقى اللي هو عنده كليفت بلد، انا عندي بتبقى فيه روز لغاية ما اقدر اعمل له كلوجر للبلد ده. اثناء هذه الفترة البيبي بيعمل حاجتين، يا اما بياكل يا اما هيبتدي يتعلم الكلام، ولازم يبقى عنده مخارج الكلام صحيحه. طيب عشان اعرف اظبط له الكلام لازم ابقى عارف السبيتش ميكانيزم، يعني ازاي بيحصل الكلام ده، الريزونانس بتاع الفويس بتاعنا ده بيطلع ازاي. الميكانيزم دي بتتكون من خمس حاجات مع بعض، هما اللي بيقدوني يطلع لي الكلام، خارج الكلام بتاعتي. اول حاجه النفس، الفونيشن وريزونيشن اللي هو الصدى بتاع الصوت ده، والارتكليشنز الحاجات اللي بتلمس مع بعضيها عشان تديني حروف مختلفه، والنيورولوجيكال انتجريشن يعني المخ بقى دوره في ان يطلع لي الصوت. امتى بقى احس ان انا البيشنت بتاعي دوت هيحتاج ان انا احط له بروسيزس عشان يتكلم بيها، او مش هيحتاج؟ طيب لو انا البيشنت دون قلنا لسه اتاخر، احنا قلنا عندنا رولز عشان يقدر اعمل العمليه، فاثناء هذه الرولز هو ممكن لازم يتعلم الكلام، فابتدي اعمل له السبيتش ايد بروسيس. طب هو امتى مش هيعمل العمليه، مش هينفع يعمل العمليه؟ لو احنا عندنا الطفل دون عنده الكليفت اللي موجود كبير، وكمان اللي باقي ان السوفت بلد ممكن يساعدني ان انا اقفل بيه قليل، يبقى عندي كليفت كبير والريمننس بتاعت السوفت بلد قليله. طيب لو انا كمان عندي وايد كليفت ممكن اقفله، بس لو انا قفلته سيرجيكالي هيديني حاجه اسمها لو فولت بلد، يعني تلاقي البلد، احنا لو بصينا هتلاقي البلد بتاعنا ليه ارتفاع وكيرفيتشر، لا ده انا تقريبا هيديني بلد شبه مسطح. طيب انا مفروض ان انا
الاورال كافيتي دي عباره عن اوضه بيحصل فيها ريزونيشن فويس، يعني صدى الصوت جوه عشان يديني الحروف. طب لما انا وطي سقف الاوضه دي اللي هيبقى لو فولت بلد، فيبقى عندي مشاكل. فانا في هذه الحالات ممكن بنحاول نقفله نص قفله واكمل بايه سبيتش ايد بروسيسز. طيب لو انا عندي الكليفت بلد دي ممكن تتقفل، بس الاجزاء اللي انا هقفل بيها دي فيها باراليسيس مشلوله، يعني ما بتتحركش. يعني السوفت بلد احنا عارفين ان السوفت بلد بيتحرك، انت لما تيجي تبلع السوفت بلد بيترفع. لا، ده السوفت بلد الموجود دي فيها باراليسيس مشلوله، مش هتساعدني باي حاجه. حاجه كمان اسمها نيورو ماسكولار ديفيشنت بتاعت السوفت بلد والفارينكس. انت عشان تعمل فلاب ونقفل اللارج اوبننج دي، مفروض ان انا يبقى عندي كوبريشن بتوين السوفت بلد والفارينكس. يعني انا هترفع انت تبلع كده، لا، هو الكونكشن دي بايظه ما بينهم، زي ما يكون الخطوط مقطوعه. فالجزء اللي بيقفل، الحلقه اللي بتقفل دي عشان لما اجي ابلع او اجي اتكلم بتتحرك، اللي هي البلاتوفرنجل سفنكتر دي، ما بتقفلش، ما مش شغاله، الكونكشن ما بينهم ده بايظ. فبالتالي انا مش هقدر اعمل له سيرجري، كان هو الكونكشن بايظ هقفله واكتمه يعني، فمش هينفع اعمله. او لو في حالات فبقى عندي ديزيزز تانية دخلت في الموضوع، او لا قدر الله كانسر حاجه، فاضطرت لنا اشيل البريماكسيلا كمان متشاله، فما بقاش في اوبشن ان انا اعمل سيرجري، ما بقاش في حاجه موجوده جوه. او لاسباب ترجع لصحه البيشنت، فهضطر ااجل الجراحه بتاعتي. امتى بقى يبقى ما ينفعش او ملهاش داعي ان انا اعمل الماكسيلو فيشال بروسيس بتاعتي؟ لو انا سهل ان الكليفت الموجود عنده صغير وسهل ان هو يتعالج، يبقى ليه اعذبه بروسيس واخد امبريشنز واتعامل مع حاجه كده وهو عنده سهل ان هو يلبس يتعمل له سيرج زي الفل ويبقى منتين للفانكشن بتاعته كويس؟ او لو بيشنت عنده منتال ريتارديشن، المنتال ريتارديشن مش هيبقى انكوبرتيف معاك وانت شغال، مش هيعرف يتعامل مع البروسيس دي، وهتبقى خايف ان انت تسيبها له لا قدر الله يبلعها يكسرها، يعني يبقى في سيلف هارمس لي. طيب البيشنت الانكوبرتيف هو واهله شايفين ان انت، لا انا ابننا صغير، لا انا مش عايزين نركب له تركيبه، لا من ده مش هيتقبل اي حاجه عملتها له. لو بيشنت عنده uncontrolled dental caries، طبعا احنا البروسيسز دي بتقفل على السنان فهتزود الريت بتاع الكيرس. او بقى الاخر حاجه ان انا ما عنديش لا تكنيشن حلو ولا عندي بروسودونتست عارف يتعامل اصلا ويعمل لي بروسيسز مظبوطه تبقى ماشيه مع البيشنت بتاعي. يبقى لو جينا لميناهم كده، انا لو عندي كليفت بالي، لو عندي اطفال قلت مهم عندي ايه اعمل له فيدنج ديفايس، حاجه ياكل بيها عشان ده لسه عايز يرضع ويكون جسمه عشان يقدر يتعرض لجراحه بعد كده، او بعمل له حاجه اسمها اكسبانشن بروسيسز شبه بتاعه التقويم كده، ان انا بوسع في البلد بتاعه شويه عشان ما يركبوش التو بورتس فوق بعض نتيجه ان هو مفيش كونكشن ما بينهم، فممكن ما يبقوش على نفس الليفل بتاع بعض. طب لو كبر شويه بقى وبقى قدر، هساعده في ايه؟ اساعده لنا اعمل له حاجه تساعده على الكلام، speech prosthesis، تقفل الفراغ ده عشان يقدر يتكلم. طيب من ضمن الحاجات ان انا بعملها له عشان اعالج عنده الكليفت بلد، اربع حاجات اللي هو موبايل prosthesis، ميتس obturator، fixed pharyngeal obturator، وبلد الليفت prosthesis. هنعرف كل واحده من دول بنستخدمها ازاي. نبتدي باول واحده، عندنا حاجه اسمها expansion prosthesis. لما يجي عندنا قلنا عنده unilateral أو bilateral cleft، أنا عايز الناحيتين دول قلنا هما مش ملحومين في بعض، في بينهم إيه incomplete fusion، فكل واحدة هتبقى مش نفس الليفل بتاع التاني. طب أنا عايز يفضل هما الاتنين وهما بيحصلهم growth يبقوا في نفس الليفل عشان أقدر لما أجي أعمل surgery ألحمهم في بعض. يبقى الإكسبانشن بروسيس دي وظيفتها إيه؟ إن أنا أخلي التو بورتس بتوعي على نفس الليفل. بتتكون من ايه الاكسبانشن بروسيس دي؟ بتتكون من جزء في البلد، اتنين سيجمنتس كده وبينهم اكسبانشن بروسيس، يعني حتتين معدن، واحده محطوطه على الجزء المفصول ده، واحده محطوطه على الجزء المفصول ده، وما بينهم الديفايس.
عشان يعملوا ايه؟ اخلي الاثنين على نفس الليفل وبيمسكوا بروت واير على السنان. يبقى انا خلي بالي ان انا الاكسبانشن بروسيس دي ما بركبهاش لبيبي ما عندوش سنان لسه، ده انا بستنى لغايه ما يطلع له السنان واشوف حالته هتسمح بجراحه ولا لا. ما سمحتش يبقى هبتدي اعمل له الاكسبانشن بروسيس لغايه ما اظبط التو بورتس دول عشان بعد كده اعمل له السيرج بتاعتي. قلنا الاكسبانشن بروسيس بيكون من ايه؟ من بالاتال بورشن موجود جوه بق البيشنت، عباره عن جزئين على التو بورتس بتوعي ممسوكين بواير على السنان. طيب الفرنجال بورشن ده عباره عن ايه؟ جزء بيمتد ناحيه الفارنكس عشان يساعد البيشنت لو في حته لسه اوبننج هنا يساعده ان هو ايه يتكلم ويبلع كويس. يبقى ده مين؟ اكسبانشن بروسيس. وبحطه فين؟ للتشايلد، بحطه للتشايلد. نيجي بقى للادلت. قلنا الادلتس بنعمل لهم ايه؟ اربع ديفايسز. اول واحد منه اسمه ايه؟ اسمه الموبايل بروثيسيس. موبايل بروثيسيس عباره عن ايه؟ الموبايل بروثيسيس دي عباره عن حته من الرابر، سوفت رابر كده مدوره. ولو فاكرين الارتكليتورز كنا في حاجه منها اسمها سيمبل هنج اللي هي بتفتح وتقفل، يبقى دي حته بلاستيكه ماشيه بنفس المبدا، رابر ماشيه بنفس المبدا بتاع الفتح والقفل. طب يعني بتعمل ايه؟ بيقول لك ان الحته بتاعت السوفت بلد دي، الحته بتاعت السوفت رابر دي بحطها في الاخر عند الاوبننج بتاعي في السوفت بلد. لما البيشنت يجي يفتح بقه تروح نطه وقفله الاوبننج، يجي يقفل بقه تروح نازله من مكانها. حاجه ميكانيكال خالص شبه الارتكليتور، بتتركب طبعا ب وايرز كده من عند السنان، حته بلاستيكه يحطها البيش، تيجي يفتح بقه تروح مضغوطه طالعه قافله الاوبننج، يجي البيش يقفل بقه تروح رايحه تتحرك مع حركه البلع بتاعه. بس ادي كل وظيفتها. طبعا هي حاجة بدائية جدا ومعدتش دلوقتي مستخدمة، بقى في حاجات أحدث منها. نيجي لحاجة تانية بعديها اسمها الميتس أوبتوريتور. الميتس أوبتوريتور ده هما مسمينها سبيس فيلينج. يعني ايه سبيس فيلينج؟ يعني حاجة بتملى فراغ، واحنا طبعا عندنا فراغ نتيجة اننا عندي الكليفت اللي سايب فتحة في النص. ده بيساعد الدنتس واحنا شغالين في الحكاية دي يشتغل دايما معاه اخصائي تخاطب. ليه؟ عشان هم عايزين يظبطوا الجهاز ده عشان يملا الفراغ اللي موجود في البلد نتيجة الكليفت، فالبيشنت يطلع حروفه مظبوطة. يبقى تاني هي اسمها space filling device. ميتس اوبيتور ده space filling device، وانا عندي فين الديفكت اللي فيه فراغ دون موجود في البلد. مأثر على ايه معايا الديفكت دون؟ مأثر على الكلام، الريزونانس بتاع الفويس مش موجود، فعشان كده بيعملوا مولدنج للمسلز في الجزء دون ويبتدي يعمل لي السبيس فيلينج. الحته الاورنج دي هي دي السبيس فيلينج. يعني هو البيشنت لابس دنشر، طبعا ده لو محتاج دنشر، يعني لو مش محتاج دنشر والبيشنت ما عندوش عنده سنان ممكن نمسكها بواير. الحته الاورنج دي هي اللي بتعمل ايه؟ سبيس فيلينج. بتيجي كده عند الجزء المفتوح في السوفت بلت وتروح داخله فيه وتقفله، فيديني نطق المخارج الحلوف صح. بس انا قلت عشان نعملها يبقى بيساعد الاخصائي التخاطب الدنتست هو شغال يقول له مثلا التخانه بتاعتها قد كده، العرض بتاعها كده، السمك بتاعها كده، عشان يظبط الريزونانس بتاع الفويس. دي مين؟ الميتس اوبتوريتور. نيجي بقى للموست كومن يوزد واكتر حاجه واحسن حاجه بنستخدمها، حاجه اسمها الفيكسد فرينجال اوبتوريتور او السبيتش ايد ديفايس. مين الفيكسد فرينجال اوبتوريتور ده؟ ادام انا هستخدمه في سبيتش وهيقفل المكان يبقى هيطلع مين؟ سبيس فيلينج، حاجه بتملى الفراغ بتاع الكرييتد نتيجه الكليفت بلت. هو بيبقى هيلد يعني واقف او ساند في الحته بتاعه النيزوفارينكس، الوصله دي هو قاعد فيها عشان نقص التيشوز اللي موجوده في المنطقه دي، عشان كده سميناه ايه؟ فيكسد فارينجال اوبتوريتور.
بتيجي الباتوفرنجال ماسل تقفل عليه، هتلاقيها كده بدل الاول كانت بتيجي تقفل تلاقي الدنيا فراغ فما تبقاش عارفه تسند فين. لا المره دي انا عندي ديفايس، عندي حته قافله تقدر الباتوفرنجال ماسل تعمل اكت عليها. بيتكون من 3 بورتس هنشوفهم في السلايد اللي جايه. لو انا جيت بصيت هنا ايه، ادي الفيكسد فرنجال اوبتيريتور بتاعي. بيتكون من ايه؟ من الفيكسد فرنجال اوبتيريتور او السبيتش ديفايس بتاعي. بيتكون من 3 بارت. اول بارت اهو فين؟ في البلت. سواء البيشنت عنده سنان كلها دي ناقصه يعني حسب عدد السنان، جزء بيبقى فين؟ في البلت. هسميه ايه؟ بلاتو ماكسيلاري بارت، عشان هو موجود فين؟ في البلت، في المجزله في البلت، فسميته بلاتو ماكسيلاري بارت. عندي جزء هنا في النص، الوصلة ما بين الجزء ده والجزء اللي في الفارينكس اللي بيقفل. الجزء اللي في النص ده سميته ايه؟ فيلر بورد. الجزء الوسطاني سميته فيلر بورد. بعدين يجي في الاخر الجزء اللي بيبقى فارينجال بورد اللي احنا قلنا بتعمل عليه اكشن المسلز ورا، اللي بيبقى قافل في الاخر اسمه فارينجال بورد. يبقى ده كله على بعضه اسمه ايه؟ فيكسد فارينجال اوبتيريتور او السبيتش ايد ديفايس. لو جيت بقى مسكت كده بارت بورت كده وايه ونتكلم عنه، اول حاجه قلنا البلاتو ماكسيلاري بورت اللي هو فين؟ اللي احنا قلنا موجود على البلد في المجزلة. لو عندي حته هنا فيها مشكله في الهارد بلد ديفكت هو اللي مغطيها، يبقى زي ما شفنا في الصور ماسك بكلاسبس. ايه لازمته؟ قلنا بيعمل اوكلوجن مظبوط. لو الاستاتكس عندي مشكله الحته الفاتحه مكمله من هنا هو قافلها، وبيساعد على السوالوينج والماستيكيشن. بعد كده نيجي للفيلر بورد او البلاتو فيلر بورد اللي هو قلنا الوصله اللي في النص. ده بيخليهم الاثنين في الكونتاكت بتاعهم المظبوط، قافل على مكانهم مظبوط، والسوفت بلات ماسلز بتعمل اكشن عليه، فبيسهل من السوالوينج افشنسي بتاع البيشنت. واخر بارت اللي هو قلنا عند الفرنجال ماسلز تعمل عليه اكشن ورا اللي هو الفرنجال سيكشنز، ده بيمشي لغايه الفرنجال كافيتي، وقلنا بيمسك عليه السفنكتر فتعمل الفرنجال ماسل اكشن عليه والبيشنت بيبلع او بيتكلم. اخر ديفايس بقى معانا اللي بنستخدمهم للادلت، عندنا حاجه اسمها البلاتال ليفت بروسيسز زي ما باين في الصوره كده. ده للناس اللي عندهم ايه؟ انكومبتنت فيلو فارينجال سفنكتر. السفنكتر عندنا اللي في الاخر خالص كده عند الفارينكس في الاول اللي هو بيقفل عشان يدينا عمليه البلع، ده انكومبتنت مش شغال، في مشكله اللي هو فاكرين لما قلنا في ناس عندهم بلت الباراليسز المسلز بتاعت البلت مش شغاله. طيب انا عايزه السوفت بلت يتحرك عشان البيشنت يضعف يبلع، يبلع السوفت بلت قلنا بيطلع وينزل مع البلع، فما البيشنت دوت ما عنده المنطقه مشلوله مش شغاله، فانا عايز حاجه ترفع السوفت بلت لما يجي يبلع، فبعمل له حاجه اسمها ايه؟ بلت الليفت بروسيزس، يخلي الفرنجال وول تلاقي حاجه تقفل عليها، وفي نفس الوقت السوفت بلت بتاعي يترفع، وتلاقي البيشنت دايما اللي عنده بلت الباراليسيس ده والسوفت بلت مش انكومبتنس، تلاقي عنده دايما جاجن سنسيشن، السوفت بلت عنده واقع لتحت دايما، فدايما عنده احساس ان هو عايز يرجع. البلاتا ليفت بروسيسز ده بيخليه مرفوع فتقل عنده الجاجنج سنسيشن.